السبب الخلة أو من الأسباب الخلة العلمانية تخش علينا يا أخواننا العبث الفكري عند المسلمين ذاتهم، واستجلاب العلمانية باسم الإسلام. في ناس كتار علمانين وما جايبين خبر. السلام أن تمشي في جامع تتكلم في الدين، تتكلم في العقيدة، تقول لهم وحدوا الله وما تشركوا بالله شيء، والقبور والأضرحة والقباب دي ما تعبدوها، كويس؟ لما تقول لهم كلام زي ده ينط عليك واحد يقول لك يا مولانا لست عليهم بمسيطر، خلي الناس، خلي الخالق لخالقه، ها؟ وما تزالهم يا زول، كيف أخليهم؟ أنا الإسلام علمني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما ممكن تقول لي خلي الخالق لخالقه، لا، ده ديننا نحن كده، كويس؟ لو أنت طالبت بتطبيق الحدود الشرعية ينط لك واحد ممكن يكون عامل في إسلامي ذاته، أخو مسلم أي حاجة، يقول لك لا لا، طبعا تطبيق الحدود ده ما ممكن نسيه. ليه ما ممكن؟ يقول لك قال تعالى لا إكراه في الدين، هو ما فهم الآية ذاته. لا إكراه في الدين دي للزول البرة، البرة الإسلام. نحن لو دارين ندخلوا الإسلام بندخله بالدعوة، لأنه لا إكراه في الدين بمعنى أنه الدين ده ما بيحتاج إكراه، الدين قائم على الحجج والإقناع والكلام المنطقي. لا إكراه في الدين لزول البر عشان ندخله، كويس؟ لكن زول جوا الإسلام ودارين نطبق فيه حد من الحدود الشرعية، تقول لي لا إكراه في الدين؟ ربنا قال السارق يقطع يده والزاني يجلده، كيف تقول لي لا إكراه في الدين؟ طيب، ففي ناس كثيرة يعني هم ذاتهم علمانيين وما جايبين خبر، هم علمانيين وما جايبين خبر. انا عندي بالفكر بتاع الترابي ده، انت ممكن تكبر اكبر علماني، فكرة الترابي، واحد تاني اسمه عدنان ابراهيم، كويس، واحد ثالث اسمه اسلام بحيري، واحد تاني اسمه منكده كيالي، منصور كيالي، انت عارف ديل بيبقوق علماني وانت ما جايب خبر. عشان كده انت عارف الناس اللي بيحاربوا في الكيزان ذاته كانوا، كويس، وبيعتبروا انه الكيزان ده للإسلام، هم في الحقيقة شكل من أشكال العلمانية بيحارب في شكل تاني من أشكال العلمانية. لكن ديلك لو طبقوا دين بالجد، لو طبقوا الإسلام بالجد، ما كانت العلمانية بتقدر عليهم.